المال الحرام الذي يعني يأس الإنسان أن يرد
عنده لأصحابه يتصدق به، وله ثواب التخلص من المال الحرام، له ثواب التخلص من المال الحرام. قلنا والقياس، الشيخ قال برضو القياس ان هذا المال الحرام يعني اما ان يضيع او ان يصرف الى خير، لان احنا يئسنا من مالكه مش هنقدر نوصله ليه لصاحبه، فهو اما ان يضيع يلقى في البحر او يلقى بين الحجاره، واما ان يصرف الى فقير ينتفع به. فبالضروره طبعا يعلم ان صرفه الى الفقير او الى جهه الخير اولى من ضياعه، لانه اذا ضاع ضاع ثوابه لصاحبه، ضاع ثوابه لصاحبه، يبقى لم ينتفع به الفقير ولا وصل ثواب لصاحب المال. واحد يقول مثلا طب هل له ثواب صاحب المال يعني اذا تصدقنا احنا نيابه عنه، هل له اجر؟ نعم. ليه؟ لان الانسان يؤجر ولا يعلم، هو لا يعلم، كما في حديث البخاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. يعني هنا في بيته والزرع طبعا مر رجل فاكل، مر طير اكل، مرت بهيمه اكلت، يبقى ايه؟ فله صدقه من حيث ايه؟ لا يعلم. هذا هو الدليل على ان الانسان يؤجر وهو لا يعلم. واحد يقول هل هناك دليل؟ اي هذا الدليل هو حديث البخاري. ثم الامام ابو حامد يرد على الشبهات التي يمكن ان يعني ترد على التصدق بالمال الحرام. قال واما قول القائل لا نتصدق الا بالطيب، قال فذلك اذا طلبنا الاجر لانفسنا. لما نحن نطلب الاجر يبقى نتصدق به بالطيب، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. ونحن الان نطلب الخلاص من هذا المال الحرام من المظلمه، لا ولا نطلب الاجر، الان احنا نريد ان نتخلص من هذا المال الحرام الذي لا يجوز لنا ان نستعمله، فاحنا نتصدق به على ذمه صاحبه، والاجر ايه؟ لصاحبه، احنا لا نطلب الاجر لانفسنا، وانما نحن نريد الخلاص من المظلمه. يبقى احنا لنا اجر الايه؟ اجر التوبه. لنا اجر التوبه من المال الحرام، لان الله قال ايه؟ في الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي يتوب من المال الحرام يأخذ رأس ماله الحلال، والحرام إن علم صاحبه رده إليه، وإن لم يعلم تصدق نيابة عنه، فالأجر له، والذي تصدق له اجر الايه؟ التوبه والخلاص من المال الحرام. هنا بيقول الشيخ ونحن الان نطلب الخلاص من المظلمه لا الاجر، وترددنا في الانفاق بين التضييع وبين التصدق، ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع، لان احنا لو رمينا المال الحرام في البحر او رميناه وسط الحجاره حرمنا صاحبه من الاجر، وحرمنا الفقير من الانتفاع.
لكن حينما نتصدق يبقى انتفع الفقير وانتفع صاحب المال الأصلي بالثواب والأجر نيابة عنه. واحد تاني يقول ايه؟ يقول لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا. الإمام أبو حامد ميزة أنه ايه؟ بيحاول أنه يدرس القضية من جميع الجوانب، وكأنه يقرأ ما في رؤوس الناس، يعني كل واحد يخطر بباله. ما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ايه لنفسه. فقال وقول القائل لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا، قال فهو كذلك. فهو ايه كذلك؟ يعني بمعنى أننا إذا طلبنا الخير والأجر لأنفسنا، لكن نحن الآن نطلب التخلص من المظلمة للأجر. قال ولكنه علينا حرام، يعني المال الحرام حرام أن ينفقه صاحبه اللي وقع في يده. قال لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذ أحله الشرع له. لأننا نعلم أنه حرام، ما دام عرفنا أنه حرام فلا يجوز الانتفاع به بالنسبة لك، فحرام عليه. لكن الفقير الذي يأخذه بالنسبة له إيه؟ مجهول. مجهول. أنت حينما تعطي الفقير 100 جنيه 200 ألف مثلا حتى إلا هتديهوله وهو لا يسألك وأنت لا تخبره، فهو بالنسبة له مجهول والحلال ما جهل أصلا، لكنه حرام علينا لأننا نعرف أصله، وحلال له لأن الشرع أحله له. وذكرنا الأدلة قبل ذلك. وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل، يعني ما دام الشارع أحله يبقى لا يجوز لأحد أن يقول إنه حرام، وإذا حل له فقد رضينا له الحلال ولم نرضى له بالحرام، لأنه بالنسبة له مجهول. وفائدة لصاحب المال وفائدة للفقير، لأنه بيفرج عنه الكرب. ونقول الإمام أبو حامد يقول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، بل أما عياله وأهله فلا يخفى، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولى من يتصدق عليهم. وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير. يعني عايز يقول طيب واحد معاه مال حرام وهو فقير جدا مضطر، يعني ليس معه إلا هذا المال الحرام، يبقى ماذا يصنع به؟ يجوز له أن يتصدق على نفسه وعلى عياله، لكن من غير توسع، ما يتوسعش، يعني بمقدار الضرورة. إذا احتاج إلى سوق يوالي العورة يلبس السوق، إذا احتاج إلى الطعام الذي إذا لم يأكله مات يبقى دخل في مرحلة الضرورة اللي هي قال عليها القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. بل نص على الجوع كمان في سورة المائدة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم
إثم إن الله غفور رحيم. لأنه تسجيل الآية دي جاي في آية المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير ذلك والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي الجوع الشديد، هي الجوع الشديد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى كيف هو مضطر ونقول له تصدق باللي في ايدك، وبعدين ممكن ما يلاقيش واحد يتصدق عليه، ممكن ما يلاقيش ميتة ياكلها. يبقى اذا كان هو من المضطرين لاخذ هذا المال الحرام ينفق منه، يجوز له ان ينفق منه هو وعياله، بس ما يتوسعش ولا ينفق منه انفاق الاغنياء اللي هم بينفقوا يعني فوق الحاجة، يعني يحتاج زوج يجيب أربعة يجيب ثلاثة، لا مثلا يحتاج أن يأكل مثلا ما يروحش يجيب 2 كيلو لحم، لا يأتي به بما يضيع ثورة الجوع، ما يضيع ثورة الجوع، يعني يجيب جبن مثلا وخبز يكفي هذا. ليه؟ لأن طبعا العلماء يقولون ايه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها يعني لا يتوسع في الضرورات، لا يتوسع في الضرورات، مش الضرورة يعني ان احتاج 100 جنيه راح اخذ 1000، ولا كان صاحب الضرورة. لو واحد باني بيت يقول لك انا عايز اشطب، اشطب وتشطيب لوكس، اجيب له من البنك حرام عشان يشطب عشان انا صاحب الضرورة. ضرورة لما البيت مات يمنع عنك الحر والبرد، انما انت هتجيب من الربا علشان تزين الحيطان والبيبان والارض والابواب والشبابيك والفرش، دي اسمها ضرورة دي. فالضرورة قال تقدر بقدرها. بعدين عاد هو بيتكلم عاد ايه مسائل تطبيقية لهذه القاعدة، مسائل تطبيقية لهذه القاعدة، هي قاعدة دي ان لو واحد في يده مال حرام واراد ان يأخذ منه، متى يأخذ وماذا يأخذ وكيف يأخذ، يطبق عليه يعني ميزة الشيخ الرحامي في التطبيق. قال ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل، يقول مسألة إذا وقع في يده مال من يد سلطان، من يد حاكم يعني يقصد المال الحرام، وقع في يده مال حرام من يد سلطان هو المال العام، وقع في يده مال عام، قال قوم يرده إلى السلطان، يعني يرده إلى الجهة التي أخذها منه، فهو أعلم بما تولاه،
والحكمة، فيقلده ما تقلده، وهو خير من أن يتصدق به. يعني في بعض الناس يخون في المال المال العام، كالموظف مثلا اللي بياخذ الايه، ياخذ الرشاوى او ياخذ الاموال المستحقه للمصلحه اللي هي لابد انه يكتب وصلا، وصل 10 جنيه 20 جنيه زي اللي بيقطع ورق كده في المستشفيات والمرور وغير ذلك والمخالفات والعوائد، اشياء كثيره طبعا في الدوله. فهو ايه؟ ياخذ هذه الاموال المستحقه للمصلحه وما يعطيش بها ايه؟ الوصل. يبقى ده ايه؟ ادي اللي وقع في يده مال من السلطان. بعدين حاسب نفسه بعدين عايز يتوب الى الله، يجي يقول ماذا اصنع؟ وماذا اقول؟ نقول له هترده للمصلحه. ترده للمصلحه. زي ما ضربنا مثل للي ركب القطار وما جالوش الكمساية مثلا، أو تهرب منه لغاية ما وصل المكان اللي هو رايح له ونزل. ما يروحش مثلا يتصدق ل 40 جنيه أو ال 15 جنيه أو ال 100 جنيه ويقول أنا أتصدق بثمن التذكرة، لا. هنا يمكن رد هذا المال للمصلحة نفسها. يعني لبيت المال. راح قاطع تذكرة مثلا من القاهرة إلى أسيوط وأقطع التذكرة، فأنا كده تخلصت من المال الحرام ورددته لأصله. وهكذا في كل المصالح. هذا هو الواجب. يعني ده هو خير من ان يتصدق به. يعني هو طبعا لا يجوز ان يتصدق به. قال واختار المحاسبي ذلك. وقال وكيف يتصدق به؟ فلعل له مالكا معينا. خلاص المالك المعين اللي هو بيت المال. هذا المالك المعين. قال ولو جاز ذلك، لو جاز التصدق بالمال الحرام الواقع في يده لجاز ان يسرق من السلطان، يخون انه بياخذ خيانه خلسه، يختلس اموال ويتصدق. ما ينفعش طبعا. يعني واحد يقول انا ايه؟ هاخذ واتصدق. ما ينفعش. ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به. وقال قوم بل يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك. يعني إذا كان له مالك معين عند السلطان له يبقى لابد أن يرده للسلطان. لكن إذا عرف أن الموظف لو رد له هذا المال لا يرده إلى صاحبه، قال يبقى له أن يتصدق به. لو عرف أن الموظف لو أعطاه هذا المال قال المال ده وقع في يدي وهو حرام وأنا أخذته، هياخده ويحطه في جيبه. يبقى كده مش هينفع. يبقى حرام يدي حرام مش هينفع. يبقى كده يتصدق به لأنه عارف أنه ده المسؤول، لو أعطاه يأخذه لنفسه. يبقى كده تعاون على الإثم والعدوان. الحال دايما الشارع يأخذ على يد الظالم دايما، يمنعه من ظلمه ويحميه من الحرام ومن نار جهنم. فبيقول وقال قوم يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك
لأن ذلك إعانة للظالم على ظلم، لأنه هيأخذ منه واحد تائب وهيرد المال والتاني هيأكل حرام. لا، احنا عايزين ايه؟ ان تجينا واحد هيتوب من الحرام نعين واحد على الحرام، هذا لا يصلح. بل لأن ذلك إعانة للظالم وتكسير لأسباب ظلمه، فالرد إليه تضييع لحق المالك، ما هو مش هيصل إلى المالك إلا عن طريق هذا الموظف، لكن الموظف ظالم يبقى لا تصدق به ولا نرد به. قال والمختار أنه القول المختار اللي به الفتوى أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك. قال إن كان له مالك معين، إذا كان له مالك معين المفروض يرجع إليه. قال لأنه ربما لا يكون له مالك معين، إذا كان ليس له مالك معين يبقى ده يكون حق ويكون حقا للمسلمين، فرده على السلطان تضيع له. فإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضيع، يبقى إن عرف يوصل للمالك المعين يرده للمالك المعين كما ذكرنا قبل ذلك. وإذا لم يكن له مالك معين يبقى يضعه في مرفق عام في مصالح المسلمين، يتبرع به لمعهد، لمستشفى، لقنطرة، لكهرباء، لماء مثلا، ليعم النفع للمسلمين. فإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضييع له وإعانة للسلطان الظالم اللي هو الموظف الذي يستأثر بالمال لنفسه، وتفويت لبركة دعاء الفقير للمالك، لأن الفقير طبعا حينما يأخذ مالا يقول ربنا يوسع على من تصدق، بركة الدعاء تصل إيه؟ للمالك. قال وهذا ظاهر. قال فإذا وقع في يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فإنه شبيه باللقطة التي أيس عن معرفة صاحبها، إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها. يعني إنسان وقع في يده ميراث ثم تبين أن هذا الميراث يعني ليس له، لكن لم يهتدي إلى صاحبه، لم يهتدي إلى صاحبه الذي أعطاه هذا المال، ظنه أنه هو فأعطاه المال ثم تبين أنه ليس صاحب المال. قال هذا شبيه باللقطة، يبقى له أن يتصدق به وله أن يأخذه لنفسه ما دام أيس من الوصول إلى صاحبه. قال ثم إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها، ثم وإن كان غنيا من حيث أنه اكتسبه من وجه مباح. يعني حتى ولو كان غنيا، لأن ده حكم اللقطة، واللقطة لما الإنسان يلتقطها ويقعد سنة
ما قالهاش صاحب يبقى له أن يتملكها حتى ولو كان غنيا، وينوي بقلبه أنه متى جاء صاحبها ردها إليه. لكن تملك اللغة نفسه حلال. قال كذلك إذا وقع في يده مال ولم يتعدى بأخذه، يعني لم يأخذه لا خلسة ولا سرقة، إنما هو أعطي له، فعرف أنه ليس يحق له هذا المال، ليس صاحبه، يبقى يأخذ حكم اللقطة، هو يحبسه عنده، والله إذا وجد له صاحب أعطى، وإن لم يجد يبقى له أن يتملكه ولو كان غنيا. لأن من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح وهو الالتقاط، وها هنا لم يحصل المال من وجه مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا يؤثر في المنع من التصدق. المال إذا جاء من وجه مباح يجوز أن يتملكه الإنسان ويجوز أن يتصدق، وإذا وصل المال من وجه حرام يبقى لا بد أن يتخلص منه ويتصدق نيابة عن صاحبه. ده بالنسبة للأموال العامة. دي مسألة صرف المال الذي لا مالك له، يعني لا مالك له من الناس معروف، ولا هو تابع للمال العام. يقول إذا حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره، يعني زي قلنا احنا قلنا هو فقير والمال الذي في يده مجهول، المال مجهول لا مالك له، ما يعرفش صح. طيب قلنا اذا كان فقيرا يأخذ مقدار حاجته وضرورته. قال ففي قدر حاجته نظر، ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة، فقد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسه، يأخذ كفاية العام لأنه فقير، والفقير بيعطى من مال الزكاة قوت عام، يجوز أن يعطى كفاية سنة كاملة لنفسه وعياله، يعني مقدار ما يكفيه هو والعيال. قال وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل. ده المال الذي لا مالك له، يأخذ منه، يجوز أن يأخذ قطعا، ولو هو مزارع مثلا يجوز أن يشتري أرضا للزراعة يزرعها ويتقوت بها هو والعيال، أو يشتري مثلا دكانا وبضاعة لينفق منها، يتاجر وينفق من هذه البضاعة والدكان، يجوز له ذلك، لأنه الكلام ده يجوز كذلك في الزكاة نفسها. في الزكاة يجوز أن نعطي الفقير سنة كاملة، ويجوز للزارع أو الصانع اللي عنده صنعة يجوز أن نأتي له بالآلات التي يعمل بها ويطعم نفسه. يعني نضرب مثلا لو واحد مثلا نجار وسرق مثلا كل الآلات اللي عنده سرقت، أو حداد
يجوز من مال الزكاة أن نشتري له إيه؟ ما سرق منه، لأن ده قوت عيال وقوت من هذه الورشة، فيجوز أن نرده كما كان، بس أهم حاجة يكون من أهل الاستقامة، مش نجيب له الحاجة دي يروح يبيعها مثلا ويهلس بيها، لا، أهم حاجة يكون إيه؟ من أهل الاستقامة. ده كان يعني كان وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يقول إيه؟ إذا أعطيتم فأغنوا، سيدنا عمر، وأخذ بمذهب سيدنا عمر هذا الإمام الشافعي، كان يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر، يعني لو واحد سنه 30 سنة كان نعطيه كفاية 30 تاني أو 40 تاني، على أنه إيه؟ يعني أعماره مات ما بين 60 إلى 70. إحنا المالكية والجمهور كان يعطى كفاية سنة، لكن عند الإمام الشافعي كان يعطى كفاية إيه؟ العمر. ليه؟ لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من مال الفيء والغنيمة وبيت المال، كان يعطي بالمئة ناقة والمئتين والثلاثمئة، مش أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى صفوان ابن أمية 100 من الإبل، قال فاستزدته فأعطاني 100، فاستزدته أعطاني 100، شوف 300 جمل، يعني المكان ده ما يشيلش 600 جمل، كل ذا كان يعطيه صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام الشافعي قال يجوز أن يعطى الفقير كفاية العام، بس الفقير اللي هو الرشيد، الرشيد اللي هو يحسن التصرف في المال، لكن فقير وسفيه لا يحسن التصرف، لا، ده في فقير طبعا لو اعطيته 1,000,000 جنيه يشم بيه 6 شهور بس، ها؟ يشم ويشرب ميه بيضة، ها؟ يخلص 1,000,000 في سنة، يبقى احنا كده بنعينه على بإيه؟ على المعصية، فكل واحد طبعا أدرى بإيه؟ بحال المعطى، من يعطي ومن لا يعطي، في رشيد وفي سفيه. الرشيد انه يحسن التصرف في المال، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. فكذلك في المال الذي لا مالك له نفس الحكم هو يعني يجوز ان ياخذ كفايه العام، ويجوز ان يعني يعمل مشروعا يأكل منه هو وعياله، لأن دي برضو ضرورة، هذه ضرورة لأنه فقير. قالوا هذا ما اختاره الحارس بن أسد المحاسبي، ولكنه قال برضو الحارس الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة في التوكل. طبعا هو بيفترض عادي، بيفترض اليقين في هذا الفقير، عايز يقول هو لو تخلص من المال الذي لا مالك له، لو تخلص منه كله احسن عنده هو، بس اهم شيء يكون عنده قوه في التوكل، عنده يقين في ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن إن أخذ قوت العام أو عمل الضيعة أو عمل مشروعا يأكل هو وعياله لا شيء عليه. هو بيكلم يعني بيكلم أهل الضرورات وبيكلم أهل الورع، أهل الورع والخوف من الله. قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل، وينتظر لطف الله تعالى في الحلال، فإن لم يقدر
يعني ضعيف ضعيف اليقين، فله أن يشتري ضيعة. الضيعة دي يعني زي ما نقول احنا مشروعا يأكل هو وعياله منه، حاجة يشغلها تكفيه، أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه، أجملها يعني في الآخر، يعني يشتري شيئا من بستان، من أرض، من مصنع مثلا صغير، يشتريه لنفسه من هذا المال الذي لا صاحب له، يجوز أن يأخذ منه مقدار ضرورته. وبعدين بيقول إيه هو؟ بعد ما قال يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف، قال وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه، فإذا فني عاد إليه. يعني برضه لو وجد مالا حلالا، يعني مثلا عمل بقوته وعرق الجبين، اليوم اللي يجد فيه مالا حلالا من عمل يده، قال لا ينفق من هذا المال، يمسك حتى يخلص منه المال الحلال اللي هو جاي من عرق جبينه. قال وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه، فإذا فني عاد إليه، فإذا وجد حلالا معينا تصدق بمثل ما أنفقه من قبل. يعني لو هو عمل زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف مثلا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، واحد يقول طب هيجيه المال منين؟ أيوه، الإنسان الموفق يأتي بالمال من الهواء. واحد يقول أنت بتتكلم إزاي؟ أيوه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترك ماله وداره في مكة، وسيدنا سعد بن الربيع عرض عليه أن يقسم له ماله نصفين ويعطيه نصف المال ويزوجه إحدى زوجاته بعد الطلاق والعدة. قال له إيه؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ذهب إلى السوق سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من غير أموال خالص، يعني أخذ يشتري بالأجل من تجار اليهود، اشترى بالأجل، اشتري ويبيع، اشتري ويبيع. قال حتى بزهم، حتى غلبهم، غلب تجار اليهود. ربنا أغناه من لا شيء، من لا شيء، وأصبح تاجر الرحمن كما لقب بذلك، تاجر الرحمن. يبقى ذا جاب المال من ما فيش ولا لا، وترك حينما مات رضي الله عنه ترك مالا يعبأ بالفؤوس، ذهب وفضه بالفؤوس. يعني كانوا يعني الناس اللي قاعدوا يعبوا في الذهب والفضه، قال حتى مجلت الايدي، الايدي اللي فيها يعني بجارير من الفؤوس، يعني زي اللي بيعبي رملة وزلط وأحمال ثقيلة. سبحان الله، من لا شيء ببركة التقوى. مش القرآن قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ أدي فتح البركات. نعم. وقال عن أهل الكتاب لو عملوا بالتوراة والإنجيل
قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو المثال. مثال التطبيق ده مثال تطبيق قصة سيدنا عروة البالغي اللي قلناها زمان في البخاري لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارين دينار فاشتري به شاة أضحين فاشترى شاتين بدينار. شوف التاجر الشاطر اشترى شاتين بدينار وهو راجع للنبي عليه الصلاة والسلام. قابله رجل تبيعني شاة؟ قال نعم. باعه شاة بدينار يبقى كسب في الشاة 100%. هي بنصف دينار باع به بدينار يبقى كسب 100% ولا 50%؟ 100%. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه شاتكم وهذا ديناركم. وانت عملت ايه؟ قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ان انت تتهول. فقابلني رجل فقال بعني شاة بدينار فبعته شاة بدينار. وهذه هذا الشاة وهذا الدينار. قال له خذ هذا الدينار وتصدق به. واخذ الشاة صلى الله عليه وسلم ثم دعا لسيدنا عروة البارق رضي الله عنه. قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. اللهم بارك له في صفقة يعني اللهم بارك له في بيعه وشرائه. شوف الدعوة أي تاجر يقول يا رب اديني الدعوة دي. ها؟ فسيدنا عروة قال ايه رضي الله عنه؟ قال بل كنت أقف حتى إني كنت أقف بسوق الكناسة سوق في المدينة كبير قال فكنت أربح 30,000 في يوم يعني 30,000 درهم 30,000 دينار في يوم. قال حتى إني لو اشتريت التراب لربحت فيه من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد ممكن يكسب من الهوى ولا لا؟ بس بالتقوى. يعني سيدنا عروة كسب منين؟ من التقوى. دعا له صلى الله عليه وسلم في صفقة يمينه. اللهم بارك له في صفقة يمينه. دلوقتي بعض الناس لو استأمنتوا على انه يروح يشتري من السوق حاجة واشتراها برخص يحط الزوايد في جيبه بدل ما يجي لصاحب المال يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا واعمل اللي انت عايزه. لا ده ايه؟ يقول له انت اللي قلت عليه اشتريت لك بمية بمية. ممكن يكون اشترى سلعتين بالمال ياخذ لنفسه سلعه ويدي صاحب السلعه. حرام. لا هو لو صدق ممكن صاحب المال يعطيه ايه؟ زيادة عما أخذ. لكن هو بيتعجل. فاللي يتعجل بالحرام بيحرم من الحلال. عياذا بالله. فهنا برضو الشيخ ماشي على ان الضرورات تبيع المحظورات وان الضروره تقدر بقدرها. يعني الشارع رخص له ان ياخذ من هذا المال الذي لا مالك له مقدار الضروره وانه ممكن يعمل مشروع يتعايش منه. لكن لو ربنا وسع عليه بمال حلال في اي وقت ينفق من هذا ويمسك عنده وينفق من الايه؟ من المال الحلال اللي هو كسبه بعرق جبينه. وبعدين قال ايه؟ ينوي ان ياخذ من هذا المال على سبيل السلف بحيث انه لو ربنا وسع عليه يتصدق بمثل ما انفق.
يعني برضو يحاول يكتب ما ينفق، عشان لو ربنا وسع عليه زي سيدنا عوف كده او سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول والله انا انفقت مثلا 200,000 في 5 سنين عدت، ربنا وسع عليه وداه مئات الالاف ملايين، يخرج الايه؟ 200,000 اللي خزنها، يبقى كانه اخذها على سبيل القرض. هي مرخص ليها ان ياخذ، لكن خلاص ما دام استغنى يبقى يستعفف عن ايه؟ عما اخذ، ويخرجه للفقراء والمساكين. هو بيقولها قال: وكل يوم وجد فيه حلالا امسك ذلك اليوم عنه، فاذا فني عاد اليه. اذا خلص الحلال معاه يرجع الى المال المرخص له للضروره. خلي بالك، فاذا فني عاد اليه، يعني خلص اللي هو جابه بعرض كبير يرجع للمال المرخص فيه. فاذا وجد حلالا معينا، جاله عاد حلال تاني، ميراث مثلا جابه، قال: تصدق بمثل ما انفقه من قبل. فرجت عليه، قالوا له: تعالى ده ابن عمك مثلا ترك مالا وليس له وارث، تعال خذ الضيعه دي كلها، بس 2 مليون جنيه. هذا جاءه مال من حيث ايه؟ لا يحتسب. مش قال القران كده؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ايه؟ من حيث لا يحتسب. هنا جاله مال من حيث لا يحتسب من الحلال، يتصدق بمثل ما أخذ من المال المرخص له. اللي بالك، قال: ويكون ذلك قرضا عنده، يعني هو ينفق من المال المرخص له فيه على أنه قرض. بعدين قال ايه بالنسبه للاكل والشرب؟ قال: ثم انه ياكل الخبز ويترك اللحم ان قوي عليه. يعني اذا كان قوي هو والخبز يكفيه مع الادام الضروري، قال: والا اكل اللحم من غير تنعم وتوسع. يعني يكفي ان ياكل من اللحم مثلا مره في الاسبوع او مره في الاسبوعين، اذا وجد من نفسه قوه. قال: وما ذكره لا مزيد عليه. اللي ذكره الامام الحارس بن اسد المحاسب، قال: ولكن جعل ما انفقه قرضا عنده فيه نصر. يعني انا عايز اقول ايه؟ هو ما يعتقدش انه قرض، لا، لكن هو يتصدق بمثل ايه؟ ما انفق. يقول: ولا شك في ان الورع او ان الورع يجعله ايه؟ ان يجعله قرضا. الورع من باب التورع، والتورع ده ايه؟ يعني امر كمالي، لكن هو ما دام مرخص له ان ياخذ فهو ياخذ حلالا لا شك فيها. قال: فاذا وجد حلالا تصدق بمثله. كل ده على سبيل التورع برضه وليس وجوبا. قال: ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه فلا يبعد الا يجب عليه ايضا اذا اخذه لفقره، لأنه ما دام هو فقير ورخص له أن يأخذ من هذا المال فهو والمتصدق عليه سواء واحد، لأن احنا قلنا هو فقير فهو مضطر، فالشارع أعطى الفقير المضطر كما يعطي المتصدق عليه الفقير واحد، لكن هو بيفترض ايه؟ أنه
وسع الله عليه. وبعض الناس من أهل الورع برضو إلى الآن يعني يأخذ مالا من أموال الزكاة وينفق، ثم مع مداولة الأيام كما قال القرآن وتلك الأيام مداولة بين الناس، أصبح الفقير الذي كان يأخذ من الزكاة أصبح غنيا يخرج الزكاة. ليه؟ لأنه طبعا كما قال القرآن الله يبسط رزقا من يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فإذا وسع الله عليه أخرج، يقول عن إيه؟ كل الأموال اللي أخذتها أخذها حلال، لكن كل اللي أخذته من الزكاة 100,000 200,000 300,000 أنا أخرج مثله. كل ده من باب الورع لا من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب، وإنما ده كلام أهل الورع. وطبعا معروف إنه إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما قال عليه الصلاة والسلام، ده وعد. اللي يترك شيء لله ربنا يعطيه خيرا منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والقرآن سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم وصفه. فالمحسن يجزى بالإحسان والمسيء يجزى بالإيه؟ بالإساءة. ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه، فلا يبعد ألا يجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره، لا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه، وإنما وقع في يده هذا المال ولا يدري له مالكا. هذا حكم المال الذي لا يعرف له مالكا حتى يغلظ الأمر عليه فيه، إنما فيش تشديد. يعني لما احنا يعني الشارع رسم له طريق الورع، ورسم له طريق الترخص والرخصة، لأن هو ما دام هو فقير والمال لا مالك له، فهذا المال لا بد أن ينتفع به، فكما يعطيه للفقراء يجوز أن ينتفع به لنفسه لأنه فقير، فيستوي هو والمتصدق إيه؟ عليه واحد. يعني كما يعطيه لغيره يأخذ منه لنفسه، لكن من غير توسع، عشان هو يأكل للضرورة. وبعدين جايب مسألة الشيخ أبو حامد، مسألة برضو تطبيقية، بس هنا مش مال لا مالك له، لا ده مال مختلط، مال حلال مختلط بحرام أو شبهة. يقول مسألة: إذا كان في يدي حلال وحرام، يعني مال مختلط بحرام أو مختلط بشبهة، وليس يفضل الكل عن حاجته، يعني ما يقدرش يستغني عن الكل، هو أصبح المال إيه؟ مشبوها. المال المختلط اسمه ايه؟ مال مشبوه، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فهنا المال مشبوه، لا هو حلال صرف ولا حرام صرف، فيه شبه. لكن هذا المال اللي وقع في يده
لا يزيد عن حاجته، يعني على الكد يقدرش يخرج منه شيء. قال فإذا كان له عيال قال فليخص نفسه بالحلال. إذا عرف طبعا يميز بين الحلال والحرام. إذا ما عرفش طبعا، إذا كان المال نصف ونصف، نصف حلال ونصف حرام أو نصف شبهة، يبقى ينوي أنه يأكل من الحلال. قال لأن الحجة عليه أوكد. طبعا الأولاد والأهل غير مسؤولين عن الإيه؟ عما يأكلون. قال يخص نفسه بالحلال لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في خادمه وعياله وأولاده الصغار. ده بالنسبة لأولاده الصغار. قال أما أولاده الكبار قال يحرسهم من الحرام، لأن الأولاد الكبار المفروض إيه ما دام بلغوا قادرين على الكسب والمفروض إيه يعني يعملون ويأكلون هم في الشرع. يعني الرجل ينفق على نفسه وأهله هم الزوجة والأولاد الصغار والبنات إلى الزواج، البنات إلى الدخول والزواج. قال أما الكبار من الأولاد يحرسهم من الحرام إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه. طبعا الأشد من أكل الحرام اللي هو إيه؟ الوقوع في الجوع الشديد وهلاك النفس، ده أشد. إذا الإنسان وقع في مخمصة شديدة لو لم يأكل رخص له الحرام حتى الميتة، حتى لو أكل الميتة لأنه دخل في الضرورة. قال فإن أفطر فيطعمهم بقدر الحاجة، يعني يطعم حتى الكبار ما دام ما عندهمش يعني ما يكفيهم من الحلال. وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة. كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة، وهو أن يتناول مع العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم. يعني هو يأكل من الحلال لأنه عنده الربع أو السدس حلال والباقي حرام، وينوي أنه يأكل من الحلال عملا بقوله يا الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيب، يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب، يا الذين آمنوا كلوا من طيباتي ما رزقناهم. فهو يعمل ينوي العمل بهذه الآية، فينوي أنه يأكل من الحلال ينوي ذلك. فبيقول إيه؟ والعيال ربما تعذر لأنها تأكل ما لا تعلم، تعرف؟ إذ لم تتولى الأمر بنفسه. قال فليبدأ بالحلال بنفسه ثم بمن يعول. وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته طعام وشراب وكسوته وبين غيره من المؤن اللي هي بيشتريها يعني في أمؤن أخرى زائدة عن الطعام والشراب، قال كأجرة الحجام. كأجرة الحجام زي أجرة اللي احنا دلوقتي مش حجام في الحلاق المزين والصبار، أجرة الصبار الذي يصب الثياب والقصار والحمال
القصار اللي هو بينشي السوق، يعني زمان كانوا ايه زي المربع عندنا الان في تنشئه للسوق يقال له القصار، والقصار ليخلي السوق كانه جديد ينشي كده ويخليه مشدود، والحمام يعني بيشيل الاشياء، قال والاطباع بالنوره. النوره دي يعني زي ما نقول دهان يزيل الشعر، دهان يزيل شعر الابط والعانه مثلا. قال والدهن، الدهن اللي بتحط على الشعر زي الفازلين كده والايه والزيوت المعروفه. وعماره المنزل دي كلها اشياء بعيده عن الكوت والايه والكسوه، معونات اخرى دي. وعماره المنزل وتعهد الدابه اللي هو علاف البغل يقولون، وتسجير التنور اللي هو يعني بيحمي الفرن، يعني واحد يعني بيجيب الخشب وايه عشان يخبز على التنور، وسمن الحطب ودهن السراج. من زمان السرج كان يضعون الزيت والفتيل ويكب ايه كل ما الزيت يقل يحط له يحط الزيت علشان الفتيل ما يطفيش. قال فليخص بالحلال، فليخص بالحلال قوته ولباسه، يعني ياكل هو وعياله واهله من هذا الحلال، وكذلك الثياب التي يلبسونها يجعلها من الحلال، بناء على انه فيه ربع او ثلث حلال والباقي مشبوه. قال فانما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه اولى بان يكون طيبا. حتى القران عبر بالاكل، يا الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. واذا دار الامر بين القوت واللباس فيحتمل ان يقال يخص القوت بالحلال لانه ممتزج باللحم والدم، وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، يبقى يبدا باكل الحلال. يعني حاول ان ينوي انه ياكل من الحلال الصرف. قال واما الكسوه كان ففائدتها ستر العوره ودفع الحر والبرد والابصار عن بشرته. قالوا هذا هو الأظهر عندي، يعني هو يبدأ بالقوت، القوت الحلال ثم الكسوة، أما باقي المال باقي النفقات اللي احنا ذكرناها ممكن ينفق من المال المشتبه. قالوا هذا هو الأظهر عندي. قال الحارس المحاسبي قال يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه، لكن طبعا وجهة نظر الإمام أبي حامد أن القوت أولى من الإيه؟ من الكسوة، لأن القوت حتى وإن كان لا يبقى في البطن لكن العصب واللحم مكون من إيه؟ من الأكل، فبقاءه في الجسد اكثر من بقاء الايه؟ من بقاء السير، لا شك في هذا. هو الحارس بن اسد المحاسب بيقول يعني ايه عشان نروح الحديث اللي هو من اشترى ثوبا بعشره دراهم وفيه اي الثمن يعني وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام ذلك الثوب عليه. حديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه.
بس الحديث وان كان ضعيفا لكن العلماء يعملون به في فضائل الاعمال يعني. لكن هذا محتمل، ولكن امثال هذا قد ورد في من في بطنه حرام ونبت لحمه من حرام، يعني برضو اللي يعني ورد ان لقمه الحرام ترد الدعاء والصلاه 40 يوما، وارد ايضا كما ورد في شان السوق، وارد ايضا في شان الاكل. لكن هذا قد ورد في من في بطنه حرام ونبت لحمه من حرام. قال فمراعاة اللحم والعصب ان ينبتها من الحلال اولى، لانه مهما الانسان يعني يلبس الثوب يلبس سنه سنتين ثلاثه، لكن اللحم والدم لما ينبت من الحرام ده هيبقى معه حتى الايه؟ حتى الممات. ولذلك التقي الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل، لما الرجل الغلام بتاعه اتى له بلبن وقال من اين اتيت بهذا اللبن؟ قال كنت قد تكهنت كهانه في الجاهليه، فكان مما اعطوني من الثمن ان اشتريت به هذا اللبن، وضع اصبعه وتقي وتقي. وكذلك سيدنا عمر لما شرب من لبن مياه الصدقه وهو لا يعلم تقي، يعني عايز يقول امر الايه؟ امر الطعام والشراب اولى من اللباس في الحل يعني. فإن قيل فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراض فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة؟ وما مدرك هذا الفرق؟ أنا عايز أقول إيه؟ إنه المنصرف لنفسه زي المنصرف إلى أهله، والمنصرف في الطعام والشراب كالمنصرف لأي شيء يتبعه من الأشياء التي قال عنها اللي هي أجرة الحجام والصباغ والقصاب وخادم الدابة والأشياء الأخرى. ولا فرق بين جهة وجهة، وبس يعني هو بيتكلم عن فقه الأولويات في الأول، يعني يبدأ بالحلال في الأولى في الأول. طبعا لا شك انه الطعام والشراب والكسوة ده بيتعلق بالبدن نفسه بخلاف الأشياء الأخرى بعيد عنها. قال قلنا الفرق بين الجهة والجهة، قال عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما. الناضح طبعا هو الجمل الذي يستقى عليه. زمان العرب كانوا يخصصوا جملا يحمل عليه الماء يقال له الناضح، حتى لما كان يخرج للحج لابد ان يترك ناضحا اي جملا لاهله يستقون عليه، لازم، لأنه كانوا يجيبوا الماء منين؟ من بلاد بعيدة، مش أنت عم تفتح حنفية يعرف الحال، عشان تشوف النعمة إزاي. يعني الصحابة رضي الله عنهم كان فيه جمل خاص للإتيان بالماء من أماكن بعيدة، شوف أنت والماء فوق راسك أنت، حتى شيء ما بتشيل. في النعم. فخلف ناضحا يعني جملا استقع وعبدا حجاما.
قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن كسب الحجام، نهى عن كسب الحجام أجرة الحجامة. قال فرجع مرات فمنع منه، فقيل له إن له أيتاما، يعني رافع بن خديج ترك أيتاما، فالعبد الكسوب ده شغال حجام وبياخد أجرة، فقال إيه؟ اعلفوه الناضح، يعني أجرة الحجام هاتوا بيها علف للبعير. هذا هو الفرق، هذا الفرق بين جهة وجهة، جهة الإنفاق على نفسه من طعام والشراب والكسوة، وبين أن ينفق في شيء آخر بعيدا عنه. فأمر صلى الله عليه وسلم بإطعام كسب الحجام للجمل الناطح. ولذلك على بعض الناس مثلا حشاش مثلا على سبيل المثال، احيانا يجيب مثلا 10,000 جنيه ويحطوها في المسجد. طبعا ما ينفعش انه نبني المسجد من ايه؟ من المال الحرام. فواحد يعني من الناس المفتحين شويه يقول ايه؟ احنا ناخذ 10,000 ونحطها في دورة المية. برضه يعني ليها وجهة نظر في الشارع، يعني انه برضه ايه؟ لما نحطها في النجاسة والقاذورات براحت مكانها. ليه؟ لأن دورة المياه أصلا مش تابعة للمسجد. يعني هي بعيد. وطبعا دورات المياه دي محدثة في المساجد يعني. ولا الميضاء ولا كل ده ما كانش، كان غير موجود في العصر النبوي تماما. كان الصحابه رضي الله عليهم يتوضؤون في بيوتهم وياتون متوضئين، والاحاديث كثيره جدا للترغيب في الوضوء في المنزل، يعني من توضا في بيته ثم خرج لا يريد الا الصلاه، الحديث في البخاري وفي مسلم. قال خطوه تكتب حسنه وخطوه ترفع درجة، يعني حتى يصل إلى المسجد. عايز يقول يعني لو وضع هذا المال مثلا اللي هو الخبيث في دورات المياه بعيدا عن المسجد، يعني لا شيء فيه. قال فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو تأكله دابته. قال فإذا انفتح سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه. يعني لما ينفق من الحلال يأكل في الأكل والشرب واللباس، أما الأشياء اللي هي بعيدة عنه ينفق من المشتبه. ينفق من المجتمع. ده بالنسبة للي هو ايه؟ المال كله المجتمع ده لا يزيد عن حاجته. خلي بالك، مش معناها ان هو هياكل من الشبهات او ياخذ من الشبهات وينفق، لا. ده هو ما يقدرش يطلع، يعني هو لو اخرج هيبقى من اصحاب الضرورات. قال عليهم القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الإثم عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم ولا غفور رحيم. ولذلك المسألة أيضا المسألة حرام. المسألة الشحاتة دي الناس اللي بيتسولوا وياخدوا حرام بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث: ذي فقر مدقع، أو دين مفسع،
أو دم موجع. أنا نقول مثلا تصدق بالمال المشتبع وراح اشحت ما يروح. فبرضو المسألة نفسها أجيزت للضرورة، فهنا برضو المال المشتبع ده أجيز إيه؟ للضرورة هي هي. فهنقول له ازاي انت ممكن ممكن ده مال مضمون هنا، لكن المسألة ممكن يعدي يوم كان محدش يديه حاجة، ما يقع في مأزق أشد. ولذلك هو بيقول ايه؟ إذا كان في يدي حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته. هو بيعلم كيف ينفق من المال المشتبه عند الضرورة. هو إذا عرف يميز الحلال من الحرام يبقى يبدأ بالحلال في إطعام نفسه وعياله، والمشتبه ينفقه بعيدا عن كسوته وطعامه. هذا ملخص المسألة يعني. مسألة الحرام الذي في يدي لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليه. الله تعالى أعلم.